كان قريب حتى من تحقيق التعادل في اخر المباراه. يمكن في بدايه ماتش البتروجيه الشوط الاولاني ما كانش نادي، لكن النادي المصري اداؤه اكيد عنده لعيبه، انا بقول لك النادي المصري عنده لاعبين جيدين جدا. يمكن فتره اللي حصل فيها الاحداث بتاع ماتش الاهلي كان النادي المصري يعني خلاص قرب انه ينافس ويخش مع فرق كبيره، وكان فعلا عنده مجموعه ممتازه، في ناس اكيد موجوده منهم في كبيره مش بتقلل من احمد حسين. لكن انا شايف برضو ان الماتش اكيد هيبقى 14 القناه والمصري، المباراة هي الأخيرة لنادي القناة في الأليوبية، والحكم الرابع هو ياسر زايد من منطقة الغربية. وبالفعل صفارة الانطلاق وصفارة بداية المباراة، على بركة الله نبدأ هذا اللقاء وكل الأمنيات الطيبة لكلا الفريقين بنتيجة طيبة وتقديم مستوى طيب من الفريقين، وأيضا كل الأمنيات الطيبة لكل محمود شاكر عبد الفتاح يلعب على طول كرة من لمسة ولعبة، محاولة من جديد محمود شاكر هنا اللي بيبحث عن الكرة العرضية، عرضية سريعة حلوة جوه منطقة الجزاء، تألق كرة أمامية موسى كبيرو، تحضير من موسى، أيوة تاني بهاء مجدي واحد من أصحاب القدم اليسرى، رأسية محلاسي في وضعية التصويب، لمسة ولعب عند بهاء وحلوة هنا في إيد أحمد الشناوي، أدهم عاشور، محمد عاشور الأدم أمامية، لمسة حلوة الإيمان ويل، ومحمود أبو السعود بحرة غير مباشرة للنادي المصري. هذه الكرة مرة ثانية، كرة إيمان والأوديو مع الزميل وليد فاروق، حطه في ظهره إزاي، لكن خروج الحقيقة. تاني محمود عبد الحكيم في نص الملعب، محمود عاد فات هيصوب من هنا، صوب تصويبة حلوة روعة روعة روعة، محمود عبد الحكيم يصوب ويسجل هدف من مسافة بعيدة جدا جدا، فاجئ بها محمود أبو السعود في الدقيقة 21، تعلن عن تفوق الأخضر، التفوق الفني والرقم، لكن ما كانش معاه عامل التوفيق، ما كانش معاه مساندة، ما كانش معاه الحقيقة حتى مساندة. بقى هنا يعمل عامل سبرينت هنا وراجع عشان يأدي دور الدفاعي. ادي الكرة هنا دي ما فيهاش تسلل بقى. ادي محمود عبد الحكيم يلعب تحضير لعاشور الأدهم، تصويبة حلوة من عاشور الأدهم برضه فيها عنصر المفاجأة بره الملعب الى ضربه، وايضا كان موجود لكن التركيز والتوفيق كان مش موجود. ادي مره ثانيه لكن حلوه الحقيقه، الشكل العام للاداء بتاع المصري في شوط المباراه الاول تحسن ناحيه اليمين. سيد محمود عند وليد خضرو يلعب كره عرضيه خطيره جدا عند احمد الشن، رمي التماس لصالح نادي القناه. ادي مره ثانيه كره ايه اربعه ممكن تعدي على اي حارس، دي عدي الكره دي على اي حارس، وياما حراس كبيره وقعوا من ساعتها من المباراه اللي فاتت وهو حاطط البلاستر على جبهته كده احمد حسين. حسام حسن دقيقتين وقت محتسب زي ما قلت، اماميه وصفاره نهايه شوط المباراه الاول، صفاره الكابتن محمود البنا تعلن. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تانية سيداتي آنساتي ساداتي مشاهدي شاشة التلفزيون المصري وشاشة نايل سبورت في كل مكان، الملعب لنادي القناة من ناحية اليمين عن طريق وليد خضروي يلعب كرة عرضية عند موسى كبيرو وأحمد الشناوي، وأحمد الشناوي وموسى كبيرو، ولكن هنا عرضية بداية اللعب تاني للقناة من جديد. شوف حضراتكم الإعادة بتعاد قدام حضراتكم مرة تانية، تدخل من موسى كبيرو مع أحمد الشناوي وضربة حرة لأحمد الشناوي حارس مرمى نادي عاشور الأدهم. عاشور الأدهم يلعب بينية حلوة جوه المنطقة، خطر جدا، وأبو السعود، محمود أبو السعود تعاد قدام حضراتكم هنا ما فيهاش تسلل عند إيمانويل أودوي، كان في موقف يعني انفراد، لكن أسرع وأقرب كان محمود أبو السعود ووقع إيمانويل أودوي. محمود حارس ممثل في نص الملعب عند أحمد إبراهيم يصوب تصويبة حلوة، أحمد إبراهيم بره الملعب ضربة مرمى. أدي مرة تانية الكرة بتعاد قدام حضراتكم بره الملعب ضربة مرمى. لمسة ولعبة غريب في الشمال، حط البهاء مجدي، بهاء مجدي يصوب من هنا تصويبة حلوة، يا ولد بهاء مجدي هدف التعادل. المباراة الثاني من لمسة غريب محمود إلى بهاء مجدي، روعة ما بعدها روعة على شمال أحمد الشناوي حارس المرمى. واحد المصري ثم واحد نادي القناة، وهنشوف مباراة ثانية من الفريقين. 1-1 دي كانت نتيجة المباراة، ودخول إلى تشكيلة النادي المصري في الدقيقة 21 من شوط المباراة الثاني، هيكون على حساب إيمانويل أودوي.
اداء جيد بعض الشيء من ايمانويل. سعود يلعب كره اماميه بس يونا هيبقى على حساب ايمانويل. كره اماميه خطيره جدا عند دوجي ولكن في موقف تسلل. ضربه حره غير مباشره, ضربه حره غير مباشره على دوجي, خطر جدا لكن القرار سليم جدا جدا كمان من احمد ساهر. هفضل اقول بقى احمد ساهر عادي غريب اللي لسه نازل. شوف كره موسى كبيرو الكره اللي فاتت عدى كريم زج يعني عدى جيده. شوف كره عرضيه بهاء مجدي. قد مدافع بمدافع هشام عبد الرؤوف الى مرمى محمود ابو السعود. كره اماميه خطر جدا واحمد الشناوي يطلع يمسك. فات من ورا علاء شعبان, الشناوي كان اقرب ليها على طول. انطلاق اللعب الضايع لمحمود عبد الحكيم, هجمه خطيره. محمود هيصوب ولا يلعب عرضيه, عملها عرضيه عند محمد شعراوي لمحمود شاكر عبد الفتاح بالقدم اليمنى. اول المحاولات الايجابيه في شوط المباراه الثاني للنادي المصري. محمود شاكر ضربه مرمى محمود ابو السعود, وبالفعل صفارة نهاية شوط المباراة الثاني الكابتن محمود